بين الواقع السياسي والواقع الإعلامي في البلاد، من يسيطر على من؟ نمتلك بالتأكيد صحفيين أحرار، ولكن متى نمتلك الصحافة الحرة؟ والله أنا يعني ما أريد أتنافس مع حضرتك، بس هاي العبارة مالتي لأن صار لي 18 سنة أرددها في كل مكان، ما خليت، يمكن الأستاذ الصالح يدري يعني أنا وياه قايلها له يمكن 50 مرة. أنا أقتبس من حضرتك عديدة وفي طبعا. مناسبات عديدة. الله يخليك. هو لا لا، أنا من باب الملاطفة أقول لك، يعني لأن هي الكلمة مشاعة وحضرتك تعرفيها وغير نعرفها، بس أنا أحب أكررها دائما، أقول توجد، لا توجد صحافة حرة في العراق، ولكن يوجد صحفيون أحرار. لكن المشكلة الحل ليس في الصحفيين الأحرار، الصحفيين الأحرار لا ينفعون، لا ينفعون. لما واحد يكون صالح في مجتمع طالح لا قيمة له، مثل النبي الله صالح لما قال لهم ناقة الله وسقياها راح قتلوها، شنو الفائدة؟ المجتمع كله صار ضده. لكن المهم وين؟ أن تكون عندنا صحافة حرة، مو صحفي حر. صحفي الحر واحدة ما يسوي شيء، مثل ما أنه إحنا ما نحتاج مسؤول جيد، نحتاج دولة جيدة، مؤسسات جيدة. إحنا عندنا مسؤولين جيدين، عندنا ناس خيرين وأصحاب غيرة وشرف وكرامة ومهنية بالعراق، ولكن طبيعة التشكيل السياسي ونظام الدولة السياسي لا يتيح للأحرار ولا للشرفاء ولا للطيبين أن يؤدوا دورهم. هذه تركيبة النظام السياسي تركيبة سيئة، عكست على واقع الصحة والتعليم والتربية والزراعة والاتصالات والشباب والرياضة والصحافة والإعلام. كيف تقيم وكل القيم؟ كيف تقيم موقف نقابة الصحفيين العراقية المقر العام ونقابة الصحفيين فرع كربلاء تجاه ما جرى بحق الصحفيين في كربلاء في تغطيتهم لحريق مستشفى الهندية، وما جرى بحق مراسل قناة التغيير من اعتداء ومصادرة هاتفه وشارة القناة اللوغو واحتجازه نصف ساعة والإصرار على البحث في تفاصيل الهاتف وإلى آخره؟ موقف النقابة كيف تقيمه؟ سأل أحمد، لما طبعا النقابة كان لها موقف رافض لهذه الحالة من الاعتداء وكلفت فريقها القانوني، واليوم الظهر كنا في نقابة الصحفيين العراقيين وكان هناك اجتماع بين السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ومجلس نقابة الصحفيين الساعة 2 ظهرا، ويعني استمرينا حتى المساء، وتم تكليف رئيس فرع كربلاء في صحافة كربلاء في أو فرع نقابة الصحفيين في كربلاء برفع دعوة قضائية على المتسببين بهذا حادث الاعتداء من قوات الأمنية، وأيضا التواصل مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء. وأنا شخصيا كنت أتواصل مع بعض الزملاء من صحفي كربلاء وأصدرنا أيضا بيان وتحدثنا في مجمل التفاصيل، ولكننا نشعر تماما أن المشكلة ليست في نقابة الصحفيين ولا في صحفي كربلاء ولا في نقابة الصحفي كربلاء، المشكلة في الطرف الآخر، الطرف الآخر الذي لا يلتزم بعهوده ووعوده، الذي لا يلتزم بمسؤولياته. هل تستطيع وزارة الداخلية أن توقف منتسبيها الذين يمارسون سياسة الاستعلاء على الناس أن لا يعتدوا؟ يعني هو كأنه الصحفي عدو، هو الصحفي هاي مهمته أن يوصل إلى مكان الحدث ويغطي وينقل الحديث. يعني أنتم يومية تحرقوا لكم مستشفى، أريد أفهم شنو اللعبة.